الحرسوسي يحتل المركز الشرجي بن حمودة، الحرسوسي يحتل المركز التاسع والمركز العاشر، العاشر هناك تقدم واحتلال من قبل شاهين لراشد بن سعيد بالغافرية. هذه العشر المراكز الأولى مشاهدينا الأعزاء يأتينا من خلال هذه اللحظات في أول ندى لهذه الانطلاقة الختامية، انطلاقة الختام وما تحويه ما يحيه الختام من تحدي وتنافس وصبر، ولكن العودة من جديد مشاهدينا الكرام إلى المجريات وإلى التحديات الأولى. هناك الانطلاق الذي انطلق وثابر مدريد الآن في المركز الأول، مدريد تعود ملكيته لعبد الله بن حارب بن صبيح مشاهدين الكرام يحتل المركز الاول، لكن صبر لا زال معاه، صبر لا زال معاه صبر تعود ملكيته مشاهدين الكرام لعتيبه بن سالم النايلي، والمركز الثالث يصل من خلال هذه اللحظات شعار بن عفره مع نايف لناصر بن سيف بن عفره يحتل المركز الثالث، المركز الرابع بن صويح يتقدم وظهور شاهين لمحمد بن صويح العامري ياتينا مشاهدينا الكرام في المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز اذا الرابع في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس عوده الى خامس المراكز وعوده الى برق حميد بن سلطان بالكديده يحتل المركز الخامس مشاهدينا الاعزاء، والمركز السادس ياتي مشعل سعيد بن مطر بن سالم بالعرطي الحميري، المركز السابع هناك تقدم على سابع المراكز، والمركز السابع مشاهدينا ياتي ظبيان لمحمد بالضبع العطوي بالمركز السابع، المركز الثامن اسم جديد وهنا شاهين لعبيد بن دبيله، والمركز التاسع الحذر للشرجي بن حموده الحرسوسي، والمركز العاشر نتركه مشاهدينا الاعزاء لانه بعيد، نعود الى الصداره من جديد. إذا نعود مشاهدينا الكرام من جديد مع حضراتكم في تنافس الختام، وهناك ينطلق بن صبيح ينطلق مع مدريد عبد الله بن حارب بن صبيح الذي أبعد وزاد الفارق بينه وبين البقية، زاد الفارق بينه وبين البقية. يا سلام يا بن صبيح، مدريد وانت تحصل على ما تريد يا بن يا بن صبيح. عبد الله بن حارب بن صبيح هناك العاصمه الاسبانيه في صداره الشوط، بينما المركز الثاني عندك يا بن عفره ناصر بن عفره اشوفه في المركز الثاني من خلال لحظات، ناصر بن سيف بن عفره ياتينا مشاهدي الكرام في المركز الثاني، وتقدم نايف على المركز الثاني، بينما البقيه هناك تحاول ان تتجاذب بعض المراكز المتاخره لعل وعسى ان يكون النصيب الاكبر في هذا المسار، ولكن اشوف بالضبعه يتقدم بالضبعه مع ظبيان محمد بالضبعه العطوي. يا سلام عليك يا بالضبعه، ياتي في المركز الثالث في هذه اللحظه، والمركز الرابع هناك حميد بن سلطان بن كديده في المركز الرابع مع برق في المركز الرابع، ولكن نعود مشاهدينا الكرام مع حضراتكم ومع مدريد الذي اتى واخذ ما يريد في الصداره، وعبد الله بن حارب بن صبيح منفرد مع ال 800 متر الاخيره، ربما ابعد من البدايه، ربما سار من البدايه ليزيد الفارق، لكن اصبحت الامور الان في خطر، اصبحت الامور في خطر، ولكن خطر شبه يعني 70% 70% الخطر، لكن اشوف الامور هناك حاصله مع بن صبيح ومع مدريد مسيطر على المركز الاول، ولكن بالضبعه يحاول محمد بالضبعه العطوي يحاول على المركز الثاني ومع ظبيان، الا ان مدريد زاد الفارق واحتل الصداره وخلاص. يا مدريد يا مدريد، هناك ريال مدريد نادي مشهور باكمله، لكنه مدريد اخذ العاصمه الكامله، اخذ العاصمه وانطلق حيث البدايه، خرب الشوط عليهم، لكنه فاز وحصل على ما يريد،
فاز وحصل على ما يريد يا الرميثي. الله، بالفعل بالفعل عبد الله بن حارب بن صبيح من الملاك الشباب الناشئين الناشئين الصغار، اذا اصغر مالك. بالفعل تهانينا له على الفوز وعلى الناموس في هذه الخطه الثابته مع الختام في هذا المسار الصحيح والمسار المناسب. خط النهايه يقترب ليحتضن مدريد. تهانينا عبد الله بن حارب بن صبيح على الفوز وعلى الناموس. المركز الثاني لمحمد بن الضبعة العطوي ظبيان، المركز الثالث صبر لعتيبة بن سالم النايلي، والمركز الرابع هنا يصل مشاهدي الأعزاء جسرين لسالم بن مصبح الرميثي، والمركز الخامس عندك يا بن عفرة ناصر بن سيف بن عفرة المطيوعي. هكذا النتيجة كانت مشاهدينا الكرام، 10 من المراكز المتقدمة، لكن خط النهاية من خلال هذه اللحظات. لنعود بحضراتكم والتوقيت الزمني لمدريد 8 دقائق 11 ثانية وجزئين من الثانية. تهنئة لعبد الله بن حارب بن صبيح على هذا الفوز. أما صاحب المركز الثاني استطاع ظبيان محمد بن ضبعة العطوي في 8 دقائق 12 ثانية وأربع أجزاء من الثانية، والمركز الثالث صبر كان لعتيبة بن سالم النايلي حقق ثالث